هشخط ولا الله ولا مليك. انما انت ابوها ولا تخبط تدفعها. يا ابني اللي معايا 3 صبيان زيك. انا ابوها انت ماما انت تدفعها لي. طب خد هات الفلوس. في ايه؟ بس يعني هي بتتكلم معاك. ما عملتش حاجه والله، كل مره اقول لكم انا ما عملتش اي حاجه، اللي عملته بسيط جدا جدا جدا. انتوا بس اللي شايفين الموضوع كبير، انا شايفاه صغير. تليفون جالي ان الرئاسه ان حد يجي لي مندوب من رئاسه الجمهوريه علشان خاطر الرئيس، يعني بعت لي تكريم وهديه. قلت لهم اتشرف اسامي مين اللي جت اللي جايه بصراحه، يعني هم مجموعه كبيره جد ما شاء الله، اتوبيسات كتير يعني كده. من البلد لو شافوا الاتوبيسات الصراحه اتخبط. ايه ما شاء الله جم وقاموا بالواجب، والدنيا تسر انه بيشكرني وكده ويعني ما عادوش كتير. يعني ايه فحوى الرساله اللي الرئيس بعتها لك يعني معاهم؟ ايه شكرا، يعني انت يعني اثبتتي فعلا، عملتي اللي محدش عمله يعني، بس يعني شكرا. بالنسبه للمجند ما حاولتيش تواصلي معاه ولا عرفتي هو مين ولا؟ لا والله، ويا ريت لو تعرفت لو تعرفوه تجيبوا له رقمه. نفسي تقابليه؟ نفسي اقابله طبعا. ليه؟ ايه السبب؟ يعني هو السبب اللي انا فيه ده كله، يعني لو ما كانش هو لو ما كانش هو في القدر انا ما كنتش هعمل كده، انا ما كانش الدعوات دي كلها هتجيلي، يعني ما كانش يعني كنت زي كنت عادي يعني. ايوه نفسي اقابله وعاوزه اشكره على موقفه الثابت الجميل اللي هو عمله، انه حافظ كرامته وكرامه مؤسسته وكرامه بلده، ان هو صم وان وقف بثباته، انه ما رضاش حتى ان حد يدفع له الفلوس. بس انا نفسي اقابله بجد. يعني رساله توجيهها للرئيس السيسي ولوزير الدفاع بعد التكريم؟ ايه ربنا يقويكم وعشاطر كده يعني، ويعينكم على اللي انتوا فيه ويعينكم على البلد وبس كده.